إلى مواكبة الحدث التربوي دائما وإطلالة على صيرورة الامتحانات، امتحانات شهادة التعليم المتوسط في يومها الثالث والأخير. نربط الاتصال مع السيد جلالي بن سالم مدير التربية لولاية بشار. سيد بن سالم صباح الخير. صباح النور. صباح النور، مرحبا. أهلا بك سيد بن سالم، كيف تسير الأمور بشأن الامتحانات في يومها الثالث والأخير من الناحية التنظيمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معروف بأن يعني في ولاية بشار الأمور تسير على أحسن ما يرام. عندنا يعني ننظم امتحانات رسمية لشهادة التعليم المتوسط لولايتين، لولاية بشار وولاية بن عباس. عدد المراكز 35 مركز، ولأول مرة يكون هناك مركزين للأحرار، مركز في بلدية بشار ومركز في بلدية العباطلة. عدد المترشحين بلغ هذه السنة 5844، منهم 2950 إناث، وعدد الأحرار عندنا 189، منهم 31 أنثى. أما ذوي الاحتياجات الخاصة فعندنا 2 فقط، مكفوف وإعاقة حركية واحدة، يؤطرهم 1679 مؤطرة. عندنا من التلاميذ عندنا 9 من الأجانب من إخواننا الصحراويين. نعم سيد بن سالم. سيد بن سالم، ماذا عن تطبيق البروتوكول الصحي؟ نعم، يعني وفرت مديرية التربية لولاية بشار تحت رعاية السيد الوالي كل الظروف المناسبة، ومن أهمها تطبيق البروتوكول الصحي. أنشأ السيد الوالي لجنة الولائية للتنشيط والمتابعة للامتحانات الرسمية، منها خلية خاصة، لجنة خاصة بتطبيق بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي في كل مراكز الامتحان. سيد بن سالم، يعني شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة بشأن سيرورة العملية أو امتحانات شهادة التعليم المتواصل في يومها الثالث والأخير.